السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله ألقاكم في أتم الصحة والعافية بإذن الله. تحية لكم جميعا أينما كنتم داخل وخارج الوطن. والناس أخوتي الإمراض الله يشافيهم ويعافيهم من هذا الداء ومن هذا الفيروس كورونا اللي اجتاح بلادنا الحبيب. والناس اللي في الحجر الصحي الله يحفظهم وينجيهم من هذا الوباء. وأشكرهم على الالتزام ديالهم اللي عطاتهم التعليمات المغربية من وزارة الصحة ووزارة الداخلية في هذا الإطار. رأيت أخوتي أن أتكلم في موضوع منعمة فيما يخص جلسة المحكمة اللي كانت مقررة يوم الجمعة الفائتة، ولكن تم التأجيل ديالها بعد ما تنتهي هذه حالة الطوارئ اللي في بلادنا اللي اتخذتها مؤسسات ووزارات الصحة والداخلية في هذا الإطار حتى نتمكن من محاربة هذا الفيروس اللعين. غير هو أن نعيمة باش نأكد لكم أن السبب اللي خلى هادشي كامل يتطور أن نعيمة خالفت الأوامر ديال السلطات والقضاء وكذا السلطات العليا، بما فيها السلطات العليا راكم عارفين أن التعليمات جات من الفوق على أساس باش نحترموا هاد فترة الحجر الصحي وما نخرجوش بفيديوهات أو أوديوهات تمس ببلادنا المغرب أو تمس بحرية المؤسسات اللي وضعتها والقانون اللي وضعوا هاد المؤسسات. على عكس ذلك نجد أن منعمة هي خرجات وتحدثت الجميع أخوتي وقالت باللي غتخرج وغتبوس أي واحد لقاته في الطريق من العائلة ديالو والأحباء ديالها، يعني وكتأكد بأن راه ما كاين لا كورونا لا حتى شيء، وهذا إنما ينم على الجهل وقلة يعني الفهم في إطار هاد الفيروس. يعني الفيروس يعني السيدة ما عارفاش، ربما هي عملت هادشي في باب المسحة، ولكن القانون لا يحمي المغفلين. وحتى ديك السيدة اللي كانت معها ربما بين على إنسانة قارية وكان عليها أن تنصح هاد السيدة وتمنعها باش ما تعملش هاد الفيديو وما توضعوش في اليوتيوب، لأن هذا خطير وغيحكم عليها يعني بأشد العقوبة. ربما المحكمة غيحكموا عليها يعني شهرين، يعني إذا كانت بسبب مغالطات أنها غلطات وكانت أنها في باب المزحة وأنها ندمانة، ولكن هي كانت متهمة بالتحريض. يعني المحكمة وضعتها على أساس أنها متهمة بالتحريض في هذا الإطار، يعني تحرضت الناس. يعني صراحة أن المكتب القضائي او التحقيقات اللي كتقوم بهذا يعني تحليل هذا الفيديو اكدوا بان هي بغات تحرض، يعني هادشي فيه تحريض ليس الا يعني تحريض، ليس انا مغالطه او لانها كت يعني في باب المسحه. وكذلك اننا نجد ان مجموعه من الجمعيات رفعوا شكايات كثيرة ضد هاد المنعمة، وصلت الى حد 400 شكاية، وهذا يعني عدد كبير جدا انه ممكن يوصل لاقصى عقوبات. وحنا ما غنجيوش ضد القانون والتعليمات، اعوذ بالله، احنا مع القانون حتى يردع اي واحد خالف القوانين لهذه البلاد وبغى يدير شي حاجه يعني ضد او بغى يخرب البلاد في عن طريق هذه الاوديوهات والفيديوهات. لان الكثير من الناس ربما اميين وجاهلين ربما ما غيفهموش
وغيمشيو مع الطريق، وان هاد السيده عندها معجبات وعندها يعني الناس اللي زابوني يعني في القناه ديالها، يقدروا يمشيو معاها في الخط. ولكن هنا المحكمة سوف ترتعني هذه السيدة باش مرة أخرى تكون عبرة لأي واحد آخر غيقوم بنفس بهذا العمل. الكثير من المتعاطفين معها في القناة قالوا باللي قلة العقل والجهل هي اللي خلاتها تعمل هذا الشيء، وكذلك كما جاء على لسانها أنها كانت مرفوعة وكانت كتكلم في باب المزحة، كانت تأكدت أنها كتكلم في باب المزحة ولسانها صبح صليط أخوتي، صبح صليط، ودعات في المغاربة وقالت لهم حرفيا الله يعطيكم الزلزال، وهذا الزلزال اللي دعات لهم ها هو جاء هي. سبحان الله العظيم أن الإنسان دعات على المغاربة وهذا الدعاء رجع لها هي، فهمت؟ انقلب السحر على الساحر. انا كنقول لهذه السيده منائمه ونصيحه لله انها ترجع للماضي، رجع للماضي كما كنتي يعني مقابله الفران ديالك والطبخ البلدي والزريبه، وكانوا عندك متابعين الحمد لله، وكنتي محبوبه صراحه، كنتي محبوبه لدى الجميع، وحنا ما حسدناكش، حنا ما حسدناكش على هذا الشيء، بالعكس خليك في طبيعتك، وهذا الشيء اللي بغينا نلتمسوه فيك، لاننا لقيناك في واحد التغيير كثير كبير كبير بزاف بزاف بعد ما منع لك الله يعني بهذه القناه، ويعني والله يزيدك، حنا ما حسدناكش ولا طمعنا فيك ولا شي حاجه، انما بغينا لك المزيد لاله نائمه، بغيناك توصلي الفوق الفوق كما قلت انت، باغا تعاوني الناس المحسنين، الناس الضعفاء، تعاوني الناس اللي ما عندهمش، وهادشي اللي بغينا تكوني فيه، ويعني وداكشي اللي داك الطمع اللي خلاك والكذوب انك شي ناس اخرين كيجروك باش تكذبي، تقول لهم انا ما عنديش، تحلي الثلاجه تقولي انا ما عندي حتى شي حاجه، هات وما شوفوا هذا، وهادشي كامل رحنا كاملين عايقين به، ولكن حنا دايرين عين ميكا وكنشوفو وكنتفرجو فيك على اساس انت انسانه محبوبه، ولكن هادشي بقيتي غاديه فيه غاديه فيه حتى حصلتي، ونتمنوا لك حنا ما علينا الا الدعاء، نتمنوا لك تخرجي بسلام من هاد المحاكمه، ويكون واحد الحكم يعني يسير وما يكونش عسير، ان شاء الله نتمنى لك كل الخير. وهذيك 82 مليون اللي لقاو عندك ونكرتيها، نكرتي قلتي انا ما عنديش، وانا بعد ما قام يعني الشرطه تفتيش المنزل ديالك لقاو ديك 80 مليون، هذاك الشيء من ديال المحسنين زياده على داك الشيء اللي عندك في الارباح في اليوتيوب، ما يعني ما نحسبوش هادشي كلش، الله يزيدك، حنا بغينا لك الخير، وحنا كنتمنوا من السلطات ان تقوم برد اي واحد يعني، لان كثير من الناس مازال كيوضعوا الفيديوهات كما شنا مؤخرا هذاك الدومة اللي وضع واحد الفيديو وبقى كيعير فيه يسب فيه المغاربة، ذكر هذاك المرض ديال كورونا، وهادشي كامل حتى هو راه جاي الدور ديالو ان شاء الله باش يتحاكم ويكون عبر للجميع ان شاء الله. وان شاء الله اخوتي كنتمنى من الجميع يدير احتياطات اللازمه، لان هاد المرض هاد الوباء بدا يتفشى بشويه بشويه، وكما كنشوفوا الاعداد والارقام بقات كتزاد، والله يحفظ بلادنا اخوتي، الله يحفظ بلادنا، وكما ذكروا يعني السلطات قالوا هادشي راه ما فيش اللعب، هادشي راه ما فيش اللعب اخوتي، ناخذوا العبره غير من الدول المتقدمه، انهم شوفوا اخوتي يعني الاموات يومي بالالاف، الى شنا دوله ايطاليا وبريطانيا وفرنسا واسبانيا اللي جاره ديالنا اللي قريبه، فهي تعاني، ربما هادشي كامل غيأثر على الاقتصاد العالمي والاقتصاد المغربي خاصه. وحنا في هذا الاطار كنشكر السلطات المغربيه على تقديم المساعدات
للمحتاجين، لأن جميع المغاربة محتاجين في هذه اللحظة، ونضامن بعضياتنا حتى نتمكن من محاربة هذا الوباء اللعين، ونتمكن جميعا من أن يصبح المغرب بلدا نموذجيا لغي يحتذى به في العالم كامل، ويكون عبرة لمن بهذه التجربة اللي قمنا بها تكون ناجحة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.